بنوك الدم قبلة المتبرعين والمحتاجين في الضفة الغربية. هناك ما يزيد عن 10 بنوك توفر مخزونا إضافيا من وحدات الدم ومشتقاته. في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يصادف 14 من حزيران من كل عام، أكدت وزارة الصحة أن هناك أكثر من 1200 متبرعا دائما في بنوك مستشفياتها إلى جانب البنك المركزي الذي ظهر دوره جليا في آخر عدوان على غزة. قام بنك الدم الوطني بتوفير حوالي 5000 وحدة دم خلال 48 ساعة وإرسالها إلى أهلنا في القطاع. وسعى المؤتمر الذي اتخذ شعار شكرا لإنقاذ حياتي إلى نشر ثقافة التبرع الطوعي لدى المواطنين وتكريم المتبرعين الدائمين في بنوك وزارة الصحة. تحديات تنتاب هذه البنوك لا سيما مع شح الموارد التي تعصف بالوزارة. احيانا الحاجه لبعض زمر الدم النادره تخلق لنا اشكاليه في البحث عنها والحصول عليها مش بسهوله. التفاعلات التي تحدث للمريض بعد عمليات نقل الدم تحتاج الى اجراءات ومراقبه ودقه اكثر مما هو سابق، بالاضافه الى ذلك لدينا اشكاليات في تطوير التقنيات الموجوده حاليا بسبب شح الموارد الماليه. ايش عندك اياه غيرك ممكن يكون محتاجه بوقت كثير حرج، فحلو كل واحد عنده عطاء، واحنا كشعب فلسطيني دائما عندنا اشياء سبيشال لنا، فحالات بيكون في لازم واجب وطن انك انت تتبرعي في الدم. تصاعدت هنا الدعوات المطالبة بالتبرع بالدم، فيما تؤكد الوزارة توفيرها أجهزة حديثة لهذا الغرض وتنظيم حملات علمية توعوية باستمرار لتبقى حياة المرضى الفلسطينيين حية على هذه الأرض. دعاء السيوري، تلفزيون وطن، رام الله.